بسم الله، هنعمل ريفيو سريع كده. انا اول مره في حياتي اعمل ريفيو لاي حاجه، فاستحملوني شويه. تمام، دي مكنه نون ايست دبل فانكشن، اللي هي بتشتغل باودر وبتشتغل كبسولات. طبعا المكنه يعني عامله ريفيوات حلوه كاسم، لكن لسه ما جربناش. تمام، دي المميزات بتاعتها. هي الحلو بتاعتها المختلفه عن الماكينه العاديه ان هي 19 بار، فالضغط كل ما كان اعلى اعتقد الاكستراكشن هيكون اقوى. اوكي، مفتاح تشغيل، اشارة يدوي او تلقائي لاوتوماتيك او عادية، براءة اختراع، ميزة استخدام لمدة 15 دقيقة. دي الكبسولات، محولات الكبسولات. تمام، الاسبريسو والاوستو اكلود ومسحوق القهوة اللي هي بتشتغل العادية. حاجة بس حابب انوه عنها، ان مش موجود على الويب سايت ليها ورانتي، فده كان ريسك ان انا اخد المكنة من غير ما هيكون عليها ضمان. فانا يعني ممكن يحصل حاجة في المستقبل ولا لا، فخلينا نشوف. هنبدأ نعمل انبوكسنج كده سريع ونشوف ايه اللي جوه المكنة. اخترت اللون الاحمر، شيك جدا زي ما شايفين. وزنها يعني معقولة، مش تقيلة ولا خفيفة. شوف البوكس التاني ده معاه ايه. معاه الفلتر والهولدر زي ما احنا شايفين، بس جاي معاها المانيوال. بس تصحيح للمعلومة، لأن أنا دلوقتي اتفاجئت بيها في موضوع الضمان دوت. لقيت جوه المانيوال كارد صغير اللي هو ده، 1 year warranty، it's safe now. بالنسبة للسعر، هي سعرها 219 درهم، وفي كود حاليا اسمه رمضان 10 بيخصم لك 10%، يعني تقريبا يوصل سعرها 198 درهم، حاجة زي كده. اوكي، كمان بيجي معاها التامبر ده. اوكي، وانجكتور، هنعرف فايدة الانجكتور دوت، ومحول الكبسولات، و ده للسنجل شوت والدبل شوت. تمام، انا قريت شوية في التعليمات عشان احاول يعني على قد ما اقدر ان يطلع الاكسبيرينس صحيحة، ان هو ان احنا بعد ما نملى المية اوكي هنشغل تجربة، عشان على رأي ما بيقول ان احنا ننظف الانابيب. بسم الله، علشان بما ان المكنة اول مرة استخدام او بعد فترة طويلة من استخدام. قال لك فوق في عندنا الان، وفي سمول كاب وفي بيك كاب، فهنجرب ان احنا نستخدم السمول كاب نشوف السايكل اللي هتحصل دلوقتي. ما يحصل فيها فابوريشن، بدأت تظهر الجزء الخلفي. يا سلام، هو ده الصوت. تقريبا كده خلصنا دور التنظيف، وهنجهز الأول شط. معلومة صغيرة، يعني حاجة من ضمن ريفيو، المية سخنة جدا، ده دليل على ان الاكستراكت لما يطلع المية تبقى واصلة درجة حرارتها بيرفكت. تمام، والجزء التاني هو الانجكتور ده. الانجكتور دوت، بما ان المكنة بتكون جديدة في اول مرة، فنقدر السلوت دوت ننجكت المياه فيه افضل من ان احنا نستخدم المياه دايركت على الجهاز.
بعد ما خلصنا دور التنظيف وسيبنا الباسكت ينشف او انا جففته، ما كانش عندي قهوة، ما كنتش عامل استعداد ان هي الماكينة هتوصل النهاردة، ولا بن ولا كبسولات حتى. فعندي القهوة التركي دي اسمها محمد افندي، ايوه اسمها كده. تمام، من القهوة الظريفة جدا، وكمان طحنتها يعني ناعمة، فاعتقد ان هي ممكن تمشي. هنجرب دلوقتي نشوف الوضع هيمشي ازاي. ده شكل القهوة يعني ممتازة جدا. انا عن تجربة مجربها في القهوة التركي، بس هنجربها في الاسبريسو. هنبدأ نستخدم التايمينج بتاعنا. حاول ان احنا ما نوقعش في الباسكت. طبعا بما ان انا هاوي وده اول مرة استخدم ماكينة قهوة، ف نسبة نجاح ان التجربة تنجح يعني ضعيف، بس let's hope يعني ان هو يمشي. اعتقد ان القهوة شوية خشنة. نشيل الزيادات طبعا، ده من ما شاء الله الخبراء اللي علمونا الكلام ده في الجروب. الضغط ما يكونش كبير. نبدأ نشيل الزيادات تاني. نقدر نقفل المكبس ونحطها في الجهاز. بسم الله. نشوف الاكستراكشن لأول شوت. نقفل الجهاز فوق، نتأكد ان هو قفل كويس. تمام، ونضغط على السنجل والدبل، هو السمول كاب والبيج كاب. فهنجرب البيك اب نشوف شكل الاستخلاص. شكلها هتنجح ولا ايه؟ واو. لا انا اعتقد ان هي خفيفة شوية. Let's see. يعني اعتقد it's not bad، او اكيد في حاجة غلط، بس I'm gonna try for the next one ان شاء الله وهقول لكم النتيجة. بس ده كان عامة ريفيو سريع، طبعا اتعلم، ولو اكيد ناس كتيرة هتعمل ريفيوهات او تصحح لي اي معلومات او ان يطلع الاكسبيرينس احسن من كده. فاشوفكم على خير، شكرا.